العالم تبدل، العالم ديال وبالخصوص بعد كورونا هناك نظام عالمي جديد، ودائما المسائل الجيوستراتيجية والجيوسياسية هي اللي تتحكم في الأمور السياسية، يعني أن الجيوسياسية هي فوق السياسة، والدول كاملة في العالم كامل تتشوف المصلحة العليا ديالها. أمريكا تدير الجيوسياسية، روسيا تدير الجيوسياسية، إيران تدير الجيوسياسية، ألمانيا والاتحاد الأوروبي تدير الجيوسياسية، المغرب كذلك فضل النظرة الدبلوماسية ديالو وفضل الهندسة ديال العلاقات والنضج ديال الدبلوماسية المغربية كذلك حنا تنديرو. اللي تهمنا دابا هو أن المغرب يكون عنده بلاصتو في العالم، ونكملوا الوحدة الترابية ديالنا. وكذلك نقول أنا ها هو ما كانش عندنا القاسم الانتخابي، فالحكومة دابا 10 سنين الحكومة ديال الحزب الأغلبي، شنو هي النتيجة؟ فين كانت الحكومة؟ أنا بغيت نقول دابا الحكومة ولا الحزب الأغلبي فين كان من تحرير معبر القرقرات؟ فين كان من انتصارات دبلوماسية؟ فين كان من الحماية الاجتماعية لدارتها الدولة المغربية؟ فين كان كذلك من دبلوماسية القنصليات؟ فين كان كذلك من القرار الاستراتيجي العظيم ديال التطعيم والتلقيح ديال المواطنين ديال المغاربة ديالنا بفضل القرارات ديال جلالة الملك نصره الله وأيده. أنا تنقول بأنه الوقت دابا والسياق الدولي والتحديات اللي تنواجهوها من الأعداء الإقليميين ومن الأعداء كذلك الخارجيين، أننا نتكتلوا كاملين وندعموا الجبهة الداخلية ديالنا، ونمشيو مع المؤسسة الملكية من أجل باش المغرب يكون عنده ذاك الدور العظيم، وهادشي كامل يرجع بالرفاهية على المغاربة وعلى المواطنين ديالنا، وهادشي اللي بغاو المواطنين. الحكاية كانت معروفة، لأنه أنا انسحبت من حزب تجمع الوطن الأحرار، أعلنت الانسحاب ديالي هذه أكثر من شهر لخلافات سياسية عميقة وتتخص توجه ديالي أنا والأفكار ديالي، واللي لقيت مع مرور الوقت بأنه بلاصتنا ما كيناش في حزب ديال الحمامة، لأنه كاين هناك خلافات سياسية، خلافات في الأمور كيفاش خصنا نشوفوا السياسة. هذاك الشيء علاش من بعد واحد التفكير عميق والترحيب اللي لقيته من الحزب الأصالة والمعاصرة، وبهذه المناسبة نشكر القياديين والمناضلين ديال حزب الأصالة والمعاصرة على الترحاب ديالهم وعلى حفاوة الاستقبال، وأنا كل شغف وكل سرور وكل أمل وكل عزم باش نخدم الأفكار ديال هذا الحزب اللي تيمثل الأفكار ديال التمغربيت، وإن شاء الله غنديروا الليد في الليد باش نخدموا الأهداف الكبرى ديال الدولة وديال المواطنين والمواطنات. إن شاء الله أنا بالنسبة لي دائما كنقول بأنه العمل السياسي هو خصنا نحدو خصنا نقطعو مع هادشي اللي تيدو اللي كاين في المشهد السياسي والأداء ديال الحكومة، ونقطعو كذلك مع ما يسمى بزواج المتعة بين حزب تجمع الوطني الأحرار وحزب العدالة والتنمية في الحكومة. فالأداء هو أداء رديء، وأداء ما مشاش مع الإكراهات ومع التحديات ومع الرهانات اللي عرفها المغرب، بالخصوص في هذه أكثر من سنة مع جائحة كورونا والأجوبة اللي دارتها الحكومة الممتلة في هذا الحلف ديال زواج المتعة. زواج المتعة أنه هو تحالف، أنا تنقول بأنه مع الأسف الشديد هي الحكومة فيها الحزب الأغلبي اللي تيترأسها الدكتور سعد الدين العثماني، وبتحالف مع حزب الأحرار. فالأداء ديال الحكومة صراحة ما كانش يعني أنه هذا زواج المتعة فكان في صالح الحزبين على حساب النتائج وعلى حساب هموم الوطن، يعني أنه الناس هادو يعني الأداء فيما يخص الأجوبة ديال جائحة كورونا كانت مشاكل كبيرة. الحمد لله أن لقينا الدولة المغربية والهياكل ديالها اللي وكذلك المؤسسة الملكية اللي
اللي كانت في المستوى ديال التطلعات ديال هاد هاد الازمه هذه، وكانت كانت الحمايه الاجتماعيه، وكانت رزمانه من التدابير العظيمه اللي خلات المغرب يكون واحد البلد، عنده واحد الاشعاع عالمي، وخلات المغاربه يفتخروا بالدوله ديالهم وبالهياكل ديال الدوله المغربيه. والحكومه هنايا ما كانش عندها استشراف، ما كانش عندها، كان هناك تخبط، وكان مشكل في التواصل. يعني انه بغينا دابا جا الوقت، انا تنقول جا الوقت التناوب. يعني خصنا دماء جديده، خصنا افكار جديده، خصنا وجوه جديده، خصنا نخب جديده. داكشي علاش انايا فضلت انني نمشي لواحد الحزب اللي عنده واحد الرؤيه وباغي يلعب واحد الدور كبير، وبغينا نديروا الليد في الاطر مع الاطر ديال هذا الحزب والمناضلين، وكذلك مع المغاربه كاملين المواطنين، ونفسروا لهم بانه فسروا لهم العمل الحزبي والصالح العام، وبان السياسه هي واحد العمل اللي تنخدموا به الصالح العام، وتنبعدوا على جميع الامور اللي تتخدش هذه الصوره ديال السياسه والصوره النبيله ديالها. وكذلك انايا ما متفقش بصفتي كنت مناضل في حزب تجمع الوطن الاحرار، ففي الدار البيضاء مجلس المدينه ديال الدار البيضاء هناك واحد سير كارثي، هناك واحد غياب الحكامه. وهذا المجلس المدينه ديال الدار البيضاء مع الاسف الشديد كذلك في تحالف ديال 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 حزب العداله والتنميه مع حزب تجمع الوطن الاحرار، وتسيروا قطاعات مهمه واستراتيجيه اللي كان الدور ديالها كان دور رديء. والفيضانات ديال الدار البيضاء تتبين هذا الشيء، والمشاريع اللي معطله، والبيضاوي اللي تشتكيوا من هذا التسيير الكارثي ديال وكذلك الفساد الاداري وغياب الحكامه، وكذلك الكساد اللي كاين في المنظومه ديال الاستثمار، ومنظومه ديال انه تكون دار بيضاء واحد البلد ديال الاستثمار، وتكون واحد المدينه عالميه اللي فيها التنميه. اذا غياب هذا المنظور ديال التنميه، وغياب ديال الحكامه، السبب ديالو بطبيعه الحال هو التسيير الكارثي ديال هاد في مدينه الدار البيضاء، ديال هاد التحالف اللي انا تنقول تحالف اللي تحالف الكسادي وعدم وغياب الحكامه. اذا هاد الشيء كامل انا ضد هاد الامور هادي، وعن ناضلو باش يكون هناك بديل ديال هاد الاحزاب هادي. وهذه هي الرساله ديالنا باش نخدموا المغرب ديالنا، ونخدموا بلادنا، ونخدموا المواطنين بدون خلفيات. حنا هنايا خصنا نوضوا ندافعوا على بلادنا، وخص الاطر المغاربه ملوا من نفس الوجوه. فتصور انه ان هاد الاحزاب اللي دابا في الحكومه هي اللي بغات تعاود تقدم ثاني المره الجايه، فكيفاش المواطنين بغاو ملوا من هاد الاداء هذا، وملوا من هاد ازدواجيه الخطاب، وملوا من هاد الامر اللي تتمس غير المصالح الشخصيه ديالهم. وراك شفتوا حزب العداله والتنميه ديالو، الوزراء ديالو اللي كانوا في الحكومه كوزير الشغل، والغياب ديالو في الازمه ديال كورونا، وكذلك اننا كرسنا ثقافه الريع، وثقافه البيليكي، وثقافه اننا تنقلبوا غير على المصالح وعلى الانتهازيه على حساب هموم الوطن. لا، على كل حال حنايا بالنسبه لنا حنا كلنا امل. ما كاينش في العالم شي حزب ولا احزاب ما عندهاش مشاكل. هناك الرأي ورأي الآخر. أنا تنظن بأنه أنا كنت دائما تنادي بأنه أحزاب المعارضة اللي هي حزب الأثار والمعاصرة، وحزب استقلال، والبي بي اس، وأحزاب أخرى، علاش ما تنقول خصنا بغيناهم أنهم ما يكونوا البديل، ويديروا التناوب في الحكومة المقبلة باش يجيبوا أفكار أخرى ونظرة أخرى للعمل السياسي، ويجيبوا أفكار اللي عتلقى القبول عند الشعب وعند المواطن البسيط. لأنه في هذه الحكومة هذه المواطن البسيط ما شافش تغيير. يعني وتنظن بأنه الاستراتيجية للحزب الأثر والمعاصرة، واللي بركتنا مع القياديين، فهناك واحد العمل غيكون قاعدي عظيم، وكاين واحد جديد ديال النخب،
وغيكونوا انه الناس اللي غيتقدموا المسؤوليات البرلمانيه والمسؤوليات ديال الجهويه فهما ناس عندهم بروفايلات مهمين وتيبشروا بالخير. داكشي علاش حنايا عجبنا هذا المشروع وان شاء الله غنديروا اللي في اليد باش نكرسوا هذا التناوب وهذا الخيار الاخر ديال حزب الاصاله والمعاصره بطبيعه الحال مع احزاب اخرى كحزب الاستقلال والاحزاب الاخرى. علاش لا؟ لانه جا الوقت، لانه الناس عياو من هذا التحالف كما قلت لك، هذا الزواج والمتعه ديال الحزب العداله والتنميه والاصاله والاحرار. فهنا خصنا نبدلوا، ما يمكنش نجيبوا افكار جديده ومنظور جديد بنفس الاشخاص وبنفس الطريقه ديال التعامل. انا اظن ان حزب الاصاله والمعاصره عنده من المؤهلات باش يكون بديل وباش يكون كرقم مهم في 2021 باذن الله سبحانه وتعالى. اظن هذا الراي ديالي انا، هو انه كاينه بزاف ديال الشعبويه فيما يخص هذه الامور ديال القاسم الانتخابي. الشعبوية تتجلى فاش؟ تتجلى بأنه أن القاسم الانتخابي هو تيكرس أنه عينقص من الخيار الديمقراطي وتيمس الخيار الديمقراطي ديال 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 المغرب، وكذلك بأنه سيسعى للبلقنة المشهد. أنا تنقول بأنها هاد الأمور هذه فيها بزاف الشعبوية، فيها بزاف الانتهازية، لأنه القاسم الانتخابي هو غير واحد الوسيلة، واحد الآلية من أجل ضمان التمثيلية ديال جميع الأحزاب، وضمان واحد التعدديه، وضمان التعدديه ديال الراي، وانه الاحزاب الصغيره كذلك تكون عندها واحد الملجا وواحد البلاصه في المشهد السياسي. انا تنقول بانه التحديات والرهانات الجيوسياسيه والجيوستراتيجيه ديال المغرب تتخلي ان هذا النقاش هذا تتعطيه بانه النقاش هو شعبوي وما تيخدمش العمليه التنمويه ديال المغرب. انا مع القاسم الانتخابي، جا الوقت باش الاحزاب تواضع شويه ونخدموا اليد في اليد ونغلبوا المصلحه العليا ومصلحه الوطن على مصلحه الفكر البليكي والفكر ديال الانتهازيه، والفكر دائما اننا دائما عندنا نظريه المؤامره. انا تنقول بانه الوقت دابا والسياق الدولي والتحديات اللي تنواجهوها من الاعداء الاقليميين ومن الاعداء كذلك الخارجيين، اننا نتكتلوا كاملين وندعموا الجبهه الداخليه ديالنا ونمشيو مع المؤسسه الملكيه من اجل باش المغرب يكون عنده ذاك الدور العظيم، وهادشي كامل غيرجع بالرفاهيه على المغاربه وعلى المواطنين ديالنا، وهادشي اللي بغاو المواطنين، ما بغاوش ديك الشعبويه وديك المسائل الحزبيه. انا تنقول بانه راه قلت لك يا اخي الكريم، المصلحه العليا ديال البلاد تتبغي بانه خصنا نجدوا النخب، خصنا بديل اخر، خصنا تناوب. المواطنين عياو من هاد الحكومه وعياو من هاد التسيير هذه 10 سنين. كان هناك هضر للزمن التنموي وكان هناك هضر للزمن السياسي. حنا خصنا نوضوا ندافعوا على هاد الامور هذه. المغرب خصو يفتخر بالديمقراطيه ديالو، خصو يفتخر بمقاربه حقوق الانسان. حنا بلد عظيم، حنا بلد قوي، قوي بالمؤسسات ديالو، قوي بالافكار ديالو، قوي بالاشعاع ديالو. حنا خصنا نكرسوا هاد الامور هذه، نبعدوا على ازدواجيه الخطاب، ونبعدوا على كذلك ان الولاءات تكون للوطن. حنا ما بغيناش فكر اخر من الشرق جاي انه هو يتحكم لنا في المصير ديالنا. حنا ما بغيناش الفكر ديال الاخوان المسلمين، ولا حنا بغينا الفكر ديال المغاربه، ديال التمغربيت، باش نزيدوا بلادنا القدام ونديروا الثقه في نفسنا ونمشيو. هذا هو علاش بغينا حنا ندافعوا. حنا ماشي ضد المناضلين ديال الاخوان ديال العداله والتنميه، ولا اللي تيتعاطفوا مع العداله والتنميه. بالعكس، كنا حنا مواطنين وعندنا الاحترام ديالنا، وحنا كلنا الحمد لله مسلمين، وكنا تنبغيو البلاد، وكنا يعني ما كاينش مشكل عندنا. ولكن بعض القيادات بغات تتقلب على شي امور اللي ما تتخدمش المغرب كحزب. حنا بغينا نكونوا من حزب المغرب.
هذا هو الميساج وهذا هو الرساله اللي تندوزوها حنايا كاطر ديال هذه البلاد وكناس نغيروا على 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 الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.